حقيقه العفو موضوع اكبر مما يتخيل اي انسان، والمساله زي ما حضرتك تفضلت تتعلق بيوم ما بينفعش فيه اي شيء الا من اتى الله بقلب سليم، ومساله العفو تتعلق دايما بالقلب السليم. يعني مساله الغل اللي حضرتك اتكلمت عنها مقابلها ايه؟ العفو. العفو لا ياتي الا من قلب سليم، والحدوته في الدنيا بتاخد مشوار طويل مع الانسان لازم يفكر فيها هو ازاي بتتم. اولا لازم نفتكر كلنا القضيه الازليه في مساله الوسوسه بالعمل وانجراف الانسان لاداء اي معصيه امام الله تبارك وتعالى ويحجبها عن الناس كلها. فبتبدا هنا حاله لازم الانسان يقعد يفكر فيها، وبعدين لما يتعرض لان يكون بيده الامر على انسان لازم يحقق ما تفضلت حضرتك بيه في العفو لينال نفس الجزاء من العفو سبحانه وتعالى. طب ليه الموضوع بيبقى صعب؟ وهل بيفرق؟ هقول لحضرتك، لان الانسان ما بيعيش الحاله اللي انا هقول عليها دي. ساعه الانسان ما بيقع في معصيه قدامنا احتمالين، يا اما يستر بفضل الله تبارك وتعالى يا اما يفضح. يعني واحد ارتكب معصيه في كبيره عليها حد، لو انه اتفضح لازم يقام عليه الحد، لو انه اتستر في هنا مساله لازم تتم وهي الايه؟ التوبه، علشان العقاب الاخروي. لان انت عارف اي عمل في الدنيا يا اما يتم عليه الحد في الدنيا، يا اما لو ما اقيمش الحد وهو ما تابش هيبقى ايه؟ لازم عقاب في لازم الأخر. عقاب في الاخر. طيب فين العفو في الاولى وفين العفو في الثانيه؟ اولا لازم نتاكد ان اي صفه لله تبارك وتعالى سواء انا فهمتها او ما فهمتهاش، فكرت فيها او ما فكرتش فيها، هي شغاله. فالله تبارك وتعالى بنص القران وان الله لعفو غفور، فهو عفو. والرسول يجي في رمضان بالذات، ولما سيده عائشه سالت عن لو انها قابلت او صادفت ليله القدر عايزه دعاء، فيقوم يقول ايه الرسول؟ يعلمك النقطه دي من اوسع باب، يقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اشمعنى ليله القدر اختصها بالعفو؟ ايه الفرق بين العفو والتوبه والمغفره والستر؟ شوف انت قلت، قول لي الالفاظ اللي انت قلتهم تاني علاء. الستر، ستر، مغفره، توبه، تكفير سيئات او ذنوب، عفو. لا ما تحطش العفو معاهم، ده العفو يعمل ستر، والعفو يعمل توبه، كل اللي انت قلته مصدره العفو، العفو ده مصدر اللي انت قلته. يعني ساعة يسترك الله تبارك وتعالى فما يفضحكش، يبقى هو عفى عنك. ساعة تلجأ انت للتوبة، ايه اللي خلاك تقول تبت الى الله؟ ان الله قد عفى. فاكر الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ تاب الاولانية مصدرها ايه؟ العفو. العفو مصدر كل ده. فالرسول دعالك بالدعاء الحاكم لكل اللي انت عايزه، بدل ما تقعد تقول استر لي واغفر لي ووجهني للتوبة واهديني كل ده مصدره ايه؟ دي اللي الناس مش واخده بالها منها، ومحدش اتكلم فيها كتير. حتى في الكتب، حتى في التفاسير، ان العفو مصدر كل شيء انت بتتمناه وتسال به الله تبارك وتعالى. يعني ساعه ما تقول مثلا ربنا يهدي ابني، هو الهدايه دي مصدرها ايه؟ ان الله يعفو عنك وعنه عشان يرضيك فيه. ولذلك هقول لك، لما تيجي تروح تدور في كتب اللغة عن معنى العفو يقول لك ايه؟ اسمع كده، الترك او الصفح. بس طب ده انت عندك آية لا يمكن يتحقق فيها المعنى ده، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يعني انا انفق الترك ازاي يعني؟ او انفق، فاهم انت؟ يبقى في معاني ممكن ما تلاقيهاش
في كتب اللغة لكن تلاقيها في القرآن. يعني ايه انفق العفو؟ يعني شوف اسمع الآية تاني، ويسألونك ماذا ينفقون قل ايه العفو. العفو هنا هو السهل على النفوس بذله. يعني لما انا بتهيألي العكس، انا بتهيألي ان العفو صعب، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الآية انه حكاية ان انت تاخد قرار العفو صعب، انما الآية هنا غير دي. دي مسألة ودي مسألة. أما أنا عايز أفهم الفرق. الاشتراك اللفظي ده من خصائص لغة القرآن. شوف أنت وأنت بتعرض عرضت صح جدا، قلت إيه؟ إن عند إن صعب إنك تلاقي إنسان متسامح يعفو. تأكد اللي أنت وصفته كده، لو لقيت إنسان كده هتلاقي موقفه في الدنيا والآخرة ممتاز.